مشوارنا اليوم مع أنطوني الحيل عن نبطية. بونجور. هاي اليوم أنا عن نبطية. ما بعرف إذا فكر روح على نبطية من وراء ما عم بتفرجينا عم يخطر عبالنا وين بدنا نروح. مش أنه يعني مش أنه ما بدنا نروح، بس كأنه واحد بقى معود يروح لمحلات معينة وبصير يعيدهم وبصير يعيدهم وبينسى أنه لبنان يعني صغير بس كمان كتير غني وكتير كبير. ساعة بلشت نو جارليك نو أنيونز اليوم مشوار، الفكرة الأساسية هي أنه نعرف اللبنانية وأنا كمان اكتشف شخصيا لبنان اللي ما بنعرفه. كلنا بنسمع بنقول سافرت لمدري وين وسافرت على باريس وسافرت على لندن، طب نعرف بلدنا قد ما لازم نعرفه لبلدنا. بلبنان عندنا اشياء كثير حلوه، واللي بيظهر شوي من روتين العمل اللي بيطلع شوي من المدينه بيشوف قديش هالناس عايشين مرتاحين مبسوطين، كل واحد بضيعته كل واحد بمدينته. فاللي عم نعمله شوي بمشوار هو نتعرف على كل ضيعة من غير نطاق. هلا بمحلات نحكي بس اكل، بمحلات نحكي سياحه، بمحلات نحكي دين، كل محل يلي عنده رونقه. وعملوا بوقت التلج حكينا عن محلات اللي فيها الضيعة اللي فيها تلج، بعد فيها لا هلا رجعين على البحر وهلا يعني عم نبرم شوي شوي. هلا على حال اليوم موعدين تتلج كمان نشوف. هلا رح نروح لكينا على النبطية. خلينا من بيروت، كيف بنروح على النبطية بالاول؟ بيروت نبطية بنروح من بيروت دامور باتجاه صيدا جنوبا طبعا. مزبوط، نقطع صيدا وبناخذ شمال قبل ما بعرف شو اسمها هونيك. هلا بنرجع بنشوف الطريق مزبوطة بعد هالوقفة. يلا نرجع منتابع مشوارنا ومنتابع مشوارنا على النبطية. لكن قلنا بيروت دامور صيدا، منقطع صيدا سرفاند، وبعدين في مفرق بيطلع صوب النبطية. نبطية من المفرق تحت لفوق بدها تقريبا شي تلت ساعة على علو 450 متر. نبطية اللي بيشهرها حسن كامل صباح ولدين فوق، وفي كتير من الناس من المشاهير ومخترعين لبنانية ولدانين بهذه المنطقة. أهم شغلة لليوم إذا حدا عم بده يطلع النبطية بيطلع نهار تنين، تنين سوق النبطية. نبطية بتتسكر كلها سوا، كل الطرقات بتتعبى الأسواق، حركة حياة نشاط مش معقول. وليه تنين؟ هن مشهورين بالسوق التنين، في سوقين بالجنوب، في سوق التنين بالنبطية وفي سوق الخميس ببنت جبال. أوكي، فبيلتقوا بالنبطية يعني من المناطق؟ أغلبية المناطق اللي حوالي النبطية بتلتقى بالنبطية كل نهار تنين، غير السوق اللي هو بيصير بالنص، المحلات كلها فاتحة. الاكل سوق تياب، لا غير الاكل اللي هو الستريت فود. عم بحكي السوق هو تياب خضره، اشياء قديمه، الواحد بيلاقي كل شيء بالسوق باسعار كثير منيح. غير السوق في عندكم المحلات، المطاعم عندهم محلات حلو كثير طيبين، محل فول كثير مشهور اللي بتشوفوه بعد شوي، في محل دجاج توب، سمك في بالنبطيه، فول حمص. خلينا نشوف ريبورتاج. يلا بنروح على النبطيه بنرجع نحكي فيهم بعدين. نروح بعد شوي على النبطية، في مشكلة تقنية صغيرة بنرجع عم نتابعها. بس إذا بدنا نروح على النبطية بدنا نروح يعني بنهار مشمس، مش ضروري ممكن نستفيد بأي وقت من السنة. بحيالة وقت من السنة نبطية عامرة، فيها حركة كتير. أنت رحت هلأ صيف ولا شتي؟ أنا رحت هلأ من جمعتين. كان طقس كتير حلو واكتشفت ضيعة عن جد أو مدينة رح نسميها كتير حلوة، شعب كتير كريم، هيدي فينا أكد لكم إياها ومن القلب. ومنطقة كتير حلوة رح نشوفها. يلا مشروع هذا الكيوسك أكتر من كيوسك لإفادة الأشخاص اللي هن عندهم ذوي الحاجة الخاصة. يعطيك العافية. الله يعافيك. يعطيك الصحة. أهلا وسهلا فيكم. هذا الإكسبرس هون بمدينة النبطية يعني من أفضل الإكسبرسات نوعا ما، بنتجمع كل يوم الصبح والمساء نشرب فنجان قهوة هون. هذا المحل تأسس بال 64. 64؟ ايه بال 64. هذا المحل كان مجال باي ورمح. أنا كنت برا جيت مشان نكمل. بقول لك مضبوط، أنا ساعة عم تخبر الناس جاية على النبطية، كل الناس بتعرف كومودور. كلهم بيعرفوا كومودور. كان المطعم غير هيك، قد المقبلة شرقية وشفت روحية، بس تغير بالأحداث وبعدين فول وحمص. شو عنده اليوم؟ شو بتحب من دواك؟ فول حمص، قلت لي في شيء سبيسيال مشوشة؟ مشوشة طيبة. آه
دائما معتمدين على مطعم الكومودور مشهور يعني بالنبطية بلقمته بنظافته بكل شيء يعني. شو اللي بيعمل لقمة الفول غير شكل؟ هن الشباب يعني مميزين شغلتهم. قديش بدهم شغل؟ قديش بدهم تعب؟ الفول مال الحمص، الحمص قبل اليوم بدو تنقاية غسيل وبننقع لقمة طيبة كتير صحتين مع قرن حار بالآخر. هلا وين رايحين؟ هلا فرن اللوز، أقدم فرن بالنبطية. أول فرن بالنبطية يعني تقريبا. رح ندوق الزعتر والكشك. مش مقوشة يعني بسكويت. شو رأيك؟ شرفية. شو رأيك؟ مهمة كتير. الزعتر غير شكل والكشك كمان. الاحتمالات بهالمدينة. زعتر فيه، صحلب فيه، كنافة فيه، فول فيه. بعدنا على الترويع. وبلشت برمتنا بالنبطية. اليوم نهار التنين، نهار الأسواق. هيدا سوق السرايا، أول سوق بالنبطية، أول شارع بالنبطية، منه رجعت تتوسع. عم بيقولوا لي في محل سحلب جوا. طولي. سحلب هو باسطنبول بتركيا وبسوريا بحلب. شو هو سحلب؟ هو عبارة عن مادة الحليب، ممكن يكون طازة ممكن يكون مجفف حسب أنواعه. والسحلب سحلب اسطنبولي الأصل، السحلب مادة اسمها السحلب. ومعروف إنه منطقة بيكلوا ترويقة؟ ترويقة سخنة خاصة بالشتوية. شغلة كتير طيبة. إيه صحتين. كرسي خشب وقش ب 13000 ليره. يلا عساس ما اقسم مع الفريك كمون يا نزول ملخي كشك بقلبي. يلا بلاش بلاش. خبرونا انه هون بالسوق اطيب كنافه بالنبطيه عند السلطان. ايه اطيب كنافه عند السلطان. قد ايه صار له السلطان بيعمل كنافه؟ السلطان له من 1986. يعني هلا وصلنا صار له 5 دقائق صار رايح نصه للصدر. اكيد كم واحد بيروح بالنهار؟ لا طيبه انه الكنافه هيدي كنافه على جبنه مضبوطه ما بتنضرب بالمهلبيه وكذا، جبنه مضبوطه 100%. وهيدي كنافه. وهيدي كنافه. فمزبوط بالمدينة شو بيقولوا؟ إنه كنافة السلطان ما بتتروح. شو هاي؟ بياكرة وطنية؟ بياكرة وطنية يعني؟ هذا العصب، نعمل الفتي مع عصب، بلا بشرح لك عنا صاحب المطعم. بياكرة وطنية؟ عصب السينات. ما بعرف إذا رح أحبها بس بسموها الفياجرا الوطنية. فيها لبن، فيها كراعين، فيها لسانات، فيها نعنع يابس، فيها سمنة، فيها رمان. هيدا شو وخبز أكيد. هيدا الشيء كتير طيب. إذا تفوت المعلقة لتحت تحت تيطلع لبن تيطلع الحمص من تحت. اللبن السخن الحمص. اللحمة أو السانات اللي عم بتدوب تحت اللسان. بعدين رمانك بزيد شوية حموضة بالآخر. أكيد دقيق فتت حمص، أكيد دقيق فتت باذنجان، بس الفياجرا الوطنية هي كانت أول مرة وأكيد رح تضلها أول مرة. الحمص، الكراعين، السينات، كل هالخلطة اللي موجودة جواتها، اللبن، المكسرات، الرمان، ما بعتقد رح تلاقوا هيك شيء إلا بالنبطية. فيش لحمة غير شكل؟ ايه اهلا وسهلا.
النبطيه مش بس سوق التنانه، النبطيه سوق اللحمه اللي هو فاتح كل الجمعه، هو سوق فيه لحامين وكل واحد عنده المنقه قدامه بيشوي لكم اللحمه دغري او الكفتر بدكم اياها. طلبنا ساندويتش لحمه تندوق لحمه طريه قرشه تليه ما بدها شيء ثاني. يعني الواحد هو عم بيشتري لحمة بالسوق بيعمل قصة واصل أخبارك على بيروت، الناس بتحكي عن حلويات الشرق، خبرنا عن حلويات الشرق. حلويتنا كلهم طيبين بس بدي ذوقك الفيصلية. عجينة العسملية بقلبها فستق بتنقلها وبتنحط وبتنلف وحدة وحدة، بتضاين أكثر من شهرين إذا بدكم تاخذوها على بيروت. خبرني المحل عندنا قد ايه صار له بقى؟ هيدا صار له 100 سنه المحل، هي ورطيه عن جد جد جد. وبالنبطيه الواحد بده ساندويتش فلافل الارض موت، اذا ما اجى اكل فلافل كانه ما اجى على النبطيه. اول مره بشوف بساندويتش فلافل في ملفوف، في كمان لفت، في كمان كبيس، في كمان بندوره واكيد طراطور. الفلافل ما فيها ثوم بس الطراطور فيها ثوم بتزيد الطعمه، واكيد شفتوا قد كريمه وقديش عريضه. فلافل طريه منها ثقيله، منها ملبوده لبن، منها مزيته، والخضره بتزيد قرشه بالاخر. فعلا ساندويتش فلافل طيب كثير. كل اللي اكلناه بعد فيه سفيحه بالنبطيه، هي منا لحم عجين، هي صغيره ولحمه. رح فوت فرجيكم اياها. مطعم الزويد عنده كل شيء بس قالوا لي سفيحه مشهور فيها. ايه طبعا المشاهي وكل شيء مشهورين الحمد لله. بدنا نشوف السفيحه؟ تفضل. يا سلام. السفيحه مثل ما هي قدام الفرن، عجينه يلي استوت مزبوط لانه الفرن انحجر، يلي هي مستويه من تحت، لحمه فيها بصل بندوره وشويه بهارات، رشلها شويه حار، عصرة حامض، لحمه العجينه يلي نكزه هيك فيها بتعلق نكزه شوي، اللحمه مش معقول، لحم عجينه بميل وصفيحه بميل تاني. شو اللي بيميز فلافل عندكم؟ نحن بنحط فيها اشياء ما حدش بيحطها. ما لازم نخبر. تاكل القرص، في سر الطعمة عندي انا. نبطية مشهورة باللحم، كل فرن كل محل عنده لحم قدامه بقصه دغري بيعمل فيها صفيحه. صفيحه هي ما خصها لحم بعجينه، عجينه سميكه فيها كثير لحمه نبطيه، صفيحه لحمه. وين صرنا؟ صرنا عند الاميره صراحه، يعني كفراكي كفته مميز، يعني زي الويش بيجيبك انه تدوق الكفته. انا ما ملحت الفراكي، ما حدا بيحب الملح. الفراكي غير شكل، بس ديلي هالكفته واعطينا رايك فيها. كلهم عمل هلا، شفتوا قصهم هلا، كلهم خلطهم هلا. الانجريدينتس كلها دغري قدامك.
هيا صندوق الدجاج. هيا صندوق الدجاج. كل نباتية تبكى عني. ايوه. الدجاج قد يصارك. عزيز صوت منيحة فيه. وقشة خبيثة بلاكل. ايوه. هيدي هي النباتية. نباتية لكل أكل طيب. نباتية السوق. نباتية سوق اللحمة. نباتية الناس الكتير كريمة. يلي بتحب ضيعتها وكل واحد مكتفي باللي عنده إياه. شو بينقال أكتر من هيك؟ هيدا هي طعمة النباتية، نباتية السوق، نباتية اللحمة، نباتية الأكل الطيب، نباتية ناس كتير كرمة. بالآخر بتخلص جولتنا اليوم حتى تمثال حسن كامل الصباح المخترع اللبناني العظيم. نلتقى بحلقة جاية. شو هالمشوار؟ هيدا مشوار عن جد ما بينتسى. فعلا. بس انت قلت لنا انه المشوار اللي بتروحه رح تجيب لنا معك القطايب الموجوده فيه. ما هي سابت مرت الماضي جبتهم وصار طلع فيه لايف ما زبطت. بس انا لا انا وعدتك انه كل ما رح نكون سوا رح اجيب لك اشياء طيبه. مش معقول اكل واحد. بس عن جد هول الاكل بدنا الناس تعرف انه النظافه اللي شافوها موجوده والاكل الطيب موجود. مشوار ما بينتسى. مشوار ما بينتسى. اخر شغله مثلا ساندويتش الدجاج قديش انا ما باكل توم. الناس بتعرف هذا الساندويتش دجاج منه ناشف وبلا توم وروعه. مع انه انت نو جارليك نو اونينز دوت كوم لكل اللي حابين يفوتوا اكثر ليسترجعوا حلقات قبل او معلومات كمان. وانا وقت اكون عبالي اظهر نهار الاحد وما اكون عارفه لوين وبدي شيء جديد بفوت على السايت. احلى شيء. احلى شيء. بشوف شو في اشياء جديده ممكن انه نشوفها ونتعرف عليها. اكيد حلقات القادمه رح تكون بمناطق تانية. جمعة الجايه نروح على التنورين. كانت اخر يعني اخر نهارين ثلاثه قبل ما يذوبوا الثلجات ورح نفرجيكم التنورين من نظره بيت من نظره ادفنتشر كمان. بعدين رح نكفي على رح نزور على بيروت على سوق الطيب ويعني وماشيين ما رح نوقف الا ما نزور كل ضيع لبنان وعن جد نغطي كل لبنان. Thank you, Anthony. نبقى نروح معك. كنت كمان وعدت تاخذنا معك. هلا نحن رح ناخذ وقفه ونتابع احنا وياكم مع توب 10. خليكم معنا.